لفت نظري سريعا، لفتونا الى انتهاء الزمن، انه المنتخب السعودي يعني كرر حدث غائب ضد عمان منذ 25 عام. اخر فوز حققه كان بالعاصمه مسقط يعني في عام 96 في بطوله خليج 13 بهدف فهد المهلل. نعم، تحدثت الحلقه السابقه عادل نعم. المنتخب العماني حيكون عليه ارهاق شديد بالسفر من اليابان لسلطنه عمان، لكن تحدثت انه المباراه حتكون صعبه من جانبين، وحصل كلام، وتوقعت انه تكون تعادل، لكن هي فعلا كانت اقرب للتعادل. والحين ما ذكر اخر مدرسه الحارس العويس يعني كان ابدع في المباراه بالاضافه للحارس العماني، لكن تفوقت الخبرات نوعا ما، خبرات في المدرب وخبرات في اللعيبه، الاثنين تفوقوا على بعض. والمدرب ليناردو طبعا كما ذكرنا من قبل في تصفيات كاس العالم له 8 سنه لم يخسر في التصفيات، الخبرة قالت كلمتها يعني. نعم، سريعا كابتن مدثر، في ثواني فريق تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته مع النصر السعودي، وربما بقرار من الاتحاد الآسيوي النصر يصعد للمرحلة المقبلة يعني. نعم، لا زالت الأخبار متداولة بخصوص انسحاب الفريق الإيراني، وليس التراكتور فقط، حتى الاستغلال المواجه للهلال، لكن ما في شيء رسمي في من الفيفا وصل للاتحاد السعودي أو للأندية السعودية، فيعتقد انه الانديه السعوديه الهلال النصر مستمرين في التجهيز للبطوله الاسيويه بكل جديه، والاحتمالات دائما الفرق الايرانيه تستغل الجانب النفسي في انه ممكن في غيابات، ممكن ما يلعب الفريق على اساس انه تاثر على الفرق. ان شاء الله يكون النصر والهلال في اعلى جاهزيه، وحتى لو تلعبت المباريات يحققوا المامول بالعبور للمرحله الجايه. جميل، بهذا المحور نصل الى ختام هذه الحلقه من كرتنا. اشكرك شكرا جزيلا على المشاركه. شكرا جزيلا أخ عادل، إن شاء الله نكون قدمنا الفائدة للسادة المشاهدين. كما أشكرك.